بأول فقرتنا ودائما عم تحضر معنا المساحات التطوعية اللي عم نشوفها بشكل كتير كبير من يوم الزلزال ولحد هاي الساعة موجودة على الأرض وبمبادرة من دون ما حدا يطلب منه. اليوم السوريين وبأول سماعهم للخبر توجهت جميع الفرق الخيرية، الجمعيات، المؤسسات الإنسانية الخيرية لتكون موجودة مع أهالينا بالمحافظات السورية. ونحن شهدنا هذا العمل التطوعي خلال سنوات الحرب، ولكن اليوم كانت الإنسانية أكبر وكانت الأخوة أكثر. لنحكي أكثر اليوم عن الفرق التطوعية وكيف عم يكون تواجده على الأرض. ضيفنا لليوم هو محمد عبد الله الجدوع، رئيس مجلس الأمناء في فريق عمر. هاي سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم والحمد لله على سلامتكم. يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير استاذ واهلا وسهلا فيك والحمد لله على السلامه. استاذ خلينا بدايه نبلش نعرف الفريق من كم شخص مؤلف؟ نحن كفريق عمرها او كمؤسسه عمرها نحن مؤلفين من 250 متطوع بين اداريين ومتطوعين. طبعا نحن كاشخاص نزلوا على ارض الواقع على حلب كانوا مجموعه من الاشخاص تقريبا بين 10 ل 20 شخص. كان في هناك اشخاص من حلب كانوا عم يساعدونا، وحتى اليوم بجبلة الشباب اليوم الصبح كمان راحوا على جبلة طلعوا 15 حدا، كمان في 15 حدا من أولاد المنطقة هناك عم بيساعدونا. طيب أستاذ محمد خلينا نرجع لصباح الاثنين الماضي، هذا التاريخ للأسف يعني هو يترسخ بذاكرة جميع السوريين. تحركتوا بشكل مفاجئ بدون تخطيط سابق، ما كان في عندكم داتا أمامكم لتقدروا تشتغلوا عليها. بعض الجمعيات راحت لاجتماع، عملوا اجتماع واخذوا قرار بالتحرك وحركوا قوافل وطلبوا مناشدات عبر السوشيال ميديا اليوم ليكون في تبرع. خلينا نحكي اليوم عن تحرككم، كيف كان وهل كان في خطه مسبقه؟ هل كان في تشاركيه مع الجمعيات الاخرى؟ تمام. هلا نحكي كمؤسسه عمرها كان في عندنا اجتماع مع هدول الجمعيات. نعم. كان في اتفاق على الذهاب لحلب، الذهاب لجبله، على اكثر من منطقه. نحن اخذنا شوي يعني انه خطه قبل ما نروح، لهيك نزلنا اعلان على الفيسبوك انه نحن بدنا نستجيب لاهلنا بالمناطق المتضرره، فكان في اقبال كثير كبير. فعلى هذا الاساس نحن انطلقنا اول قافله كانت مؤلفه من شاحنتين، اتجهنا فيهم لحلب. كان في تنظيم بسيط بالبدايه، ولكن نحن على ارض الواقع بدي اقول لك انه ما لقينا صعوبات، لقينا صعوبات. بصير فوضى كونه الموضوع كان مفاجئ وما في تخطيط. مزبوط. يعني خلال سنوات الحرب وخلال جائحه كورونا كان عندكم تنظيم وكنتوا عم تشتغلوا على داتا موجوده على الارض. مزبوط. ولكن اليوم يعني كلنا تفاجئنا. كارثه كبيره. صحيح. كارثه كبيره وصابت الكل، يعني ما حدا كان متوقع هيك شيء يصير وصار. فالعالم يعني العالم كانت شوي كثير او كثير ضايعه. صحيح. فنحن اول يوم رحنا شوي تلبكنا، بعدين يعني كان في مساعده من اهالي حلب من الناس اللي هنيك، هذا الشيء ساعدنا خلينا يعني نحن كنا رايحين نتمركز بمكان واحد، تمركزنا بثلاث اماكن ومن هالثلاث اماكن سوينا مطابق ميدانيه ونزلنا نوزع بكل اماكن حلب. طبعا فريق عمرها موجود من 7 سنوات وعم يقدم جميع الخدمات يلي هو بيقدر عليها. هاي الخدمات يعني اليوم بتلاقي الاشخاص بدهم مو بس دعم مادي، في كثير اشخاص بدهم دعم نفسي، كثير مهم هذا الشيء. فبتقدموا لهم دعم نفسي ولا بس بيحتكر على المادي فقط؟ هلا نحن بالروحه الاولى كان في رايح معنا قسم حمايه الطفل. نحن كنا مركز ايواء، نحن نشرنا على صفحتنا الأنشطة التفاعلية لهدول الأطفال، أخذنا لهم هدايا، لعبناهم. هن صح يعني بدي لك كيف كانت حالتهم؟ يعني أكيد هي حالة نفسية جدا سيئة يعني وفي صدمة. يعني مصدومين كثير. نحن بدي أحكي لك عن موقف صغير صار معنا. نحن أول ما رحنا لهونيك كان في مركز إيواء مرأة حامل. تمام. يعني إنه بدها تولد، فإجت المتطوعة بتقول لها إنه معكم ديارة إنه أنا راح أولد، فاعطتها ديارة، دبروا لها ديارة، فقالت لها رح سمي بنتي على اسمك. تمام. شو كان اسمها؟ حنين. فنحن نشرناها، فهي صورت لنا انه هي سمت البنت على اسمها، لانه ثاني نهار نحن رحنا على مركز الايواء كانت ولداني الاخت وسمت اسمها على اسم المتطوع. يعني كان في شيء كثير حلو حافز عن المتطوعين. خلال 4 ايام كانوا هنيك، ساعتين عم يناموا باليوم بس مبسوطين. يعني صحيح. اجوا الصبح، اجوا المساء على المكتب، اليوم الصبح راحوا على جبلة. عرفتي كيف؟ بدهم يضلوا هنيك. طيب ما فكرتوا اليوم تفتحوا باب التطوع كونه اليوم نحن ضمن كارثة واليوم نحن بحاجة لمضاعفة العدد والجهد ضمن المحافظات السورية؟ مزبوط. يعني اليوم يعني بإمكانكم وبسهولة اليوم تفتحوا باب التطوع على عبر السوشيال ميديا؟ مزبوط. وأكيد حيكون في تجاوب كتير كبير. للصراحة نحن لا يعني صفحتنا وأرقام الهواتف عندنا ما عم تهدى بخصوص التطوع.
نحن اغلب الشباب اللي عندنا طلعوا على حلب، عرفت كيف؟ بالنسبه للشباب عندنا بالفريق قليله، فاغلبهم طلعوا على حلب، فكان الشباب اللي عندنا عم يساعدونا بالمكتب هن اشخاص منهم متطوعين. صحيح. اشخاص بس انه شافونا، شافوا المكتب، اجوا حبوا يساعدوا. خلال تواجدكم بمختلف المحافظات يلي تسببت بالضرر، كان في خطه للعمل والانتشار ولا انتشرتوا بشكل عشوائي؟ لا، نحن كان في خطه، نحن كنا منسقين قبل ما نروح مع جمعيه هنيك. هاي الجمعيه كانت عم تساعدنا انه نوصل لمراكز الايواء المحتاجه، للمساجد، للكنائس، لاي مكان، حتى الحدائق نحن رحنا عليها. طبعا نحن قبل ما نروح نوزع باي مكان بنروح على هذا المكان بنشوفه، بنروح زياره ميدانيه، بنبعث المتطوعين يشوفوا انه هذا المكان تخدم ولا لا، ما تخدم بيروح فريقنا بيوزع لهم وجبات. نحن الشيء اللي بدي اقول لك عليه، نحن كانت اهم شغله سويناها انه نحن كنا على تماس مباشر مع الاشخاص المتضررين، عم نوصل لهم اماناتهم باليد، عم نتواصل معهم، يعني نحن كان فريقنا هناك عم يتواصلوا معنا ناس من هون اهاليهم بحلب، عم يدلونا انه انا اهلي بهاي المنطقه، ابني لاقصوا دواء، فكان فريقنا رغم كل شيء عم بيحاولوا ينتشروا بكل المناطق هناك. كانت اعمارهم كبيره المتطوعين؟ يعني ممكن يكون له عمر محدد المتطوع ولا بمختلف الاعمار؟ يعني ممكن اطفال يشاركوا حتى؟ الاشخاص اللي راحوا على حلب هن طلاب جامعه وما فوق. وما فوق. يعني كلهم طلاب جامعه. خلينا نحكي اليوم عن الشيء اللي تقدم ضمن خلينا نقول دار الإيواء، خلينا نقول المراكز، هل كان الدعم اللي عم يجيكم كافي؟ هل اليوم أنت بحاجة لدعم كونك اليوم إحنا ضمن كارثة وحضرتكم اليوم من باب إنساني عم تشتغلوا اليوم؟ فاليوم إن شاء الله هيك بنتمنى من كل الجهات المعنية، من كل المجتمعات الأهلية، من كل المغتربين السوريين خارج سوريا اليوم يكون موجودين على الأرض، هل كان في دعم للسوريين خارج سوريا لإلكم؟ كان في دعم من السوريين ومن غير السوريين لإلنا للشعب السوري. كان في دعم كثير كبير، ولهلا في ناس عم تتواصل معنا وبدها تدعمنا وعم تدعمنا. الفكره بدي اقول لك اياها انه نحن الكارثه صح هلا ولكن لها اثار لبعدين. طبعا. فنحن رحنا لهنيك اخذنا مساعدات، كانت المساعدات كثير كبيره، نحن اول يوم ما توقعنا يجينا كم هائل من المساعدات، اجانا كم هائل من المساعدات شلناهم كلياتهم، دفعوا وحده على حلب، ثاني نهار تعبى المكتب، بعثنا على حلب، رجعنا هلا على جبله، يعني اليوم الشاحنات اللي بعثناها على جبله ما كفوا، لسه عندنا اغراض بالمكتب، عرفتي كيف؟ الفكرة انه نحن ما خلينا نفكر بس هلا، نحن كفريق عمرة او كمؤسس عمرة نحن عم نفكر لبعدين، هي مستمرة. يعني اليوم نحن فقدنا بنى تحتية كثير كبيرة، يعني فاكيد ما رح تطلع بيوم وليلة، نحن بحاجة بجوز لاشهر سنوات، يعني اكيد اليوم الجهات المعنية ما رح تقصر بتوفير المكان اللازم لهدول الاشخاص، فاليوم خطة فيما بعد كثير مهمة. نحن عندنا خطه لما بعد، تمام؟ نحن هلا مبدئيا نحن حنزور كل المناطق بسوريا، ولكن نحن حنتمركز بحلب، ضمن حلب حنفتح اكثر من مركز، اكثر من مطبخ، حنقدم شيء اغاثي، شيء نفسي، شيء بيخص الاطفال، شيء بيخص كبار السن، طبعا هذا الشيء كلياته نحن عم نخطط له، ان شاء الله حيكون في تعاون مع اكثر من جهه. استاذ، المساعدات اللي قدمتوها كانت مقتصره بس على المواد الغذائيه ولا كان في البسه او مواد ثانيه؟ فينا نعرفها بالضبط؟ نحن اول ما انطلقنا اول شيء اطلقنا انه بدنا البسه، بطانيات، حرامات، طراحات، مواد غذائيه، حليب اطفال، كل شيء، يعني نحن هيك اخذنا. وبالاضافه بدي اقول لك شيء، انه نحن وقت رحنا لهونيك صح احنا شاحنتين كبار، كان كمان في معنا شركات من هونيك جايبين لنا مواد غذائيه، تمام؟ يعني كل هذا الشيء ولسه في، لانه الاعداد هائله هنيك. نحن بعد ما نزلنا لهنيك يعني نحن صرنا نحدد شو الاكثر احتياج مطلوب. الالبسه طبعا اكتفوا من الناس، صار الاحتياج المطلوب هو حليب اطفال، فوط نسائيه، فوط اطفال، ثياب داخليه، معلبات، يعني هاي هدول الاشياء اللي الناس عم تستهلكها بشكل يومي. يعني لسه الفريق بيستوعب متطوعين اكثر، ممكن انه يكبر العدد اكثر ولا بتوقفوا عند حد معين؟ نحن عم بقول لك كل يوم في عندنا، احنا باليوم الواحد عم بيكون عندنا بالمكتب تقريبا شيء 100 متطوع. هذا اذا دل على شيء بدل اليوم على الصوره الانسانيه اللي شفناها، يعني كنا عم نحكي انه نحن ضمن سنوات الحرب كنا جنب بعض برغم كل الضغوط، ولكن اللي صار خلال هذا الأسبوع يعني كان مفاجئ للسوريين نفسهم. مزبوط. يعني مزبوط. كم الحب وكم مزبوط. التعاطف الموجود بقلوبنا، يعني خلينا نحكي اليوم عن دور الجهات المعنية. وزارة الشؤون الاجتماعية تشكر أكيد، وتشكر محافظة دمشق لكل التسهيلات اللي عم تقدمها، كان الكون كان لباقي المؤسسات والجمعيات الخيرية. يعني أنا كيف تم التشبيك؟ بدي أشكرهم بشكل كتير كبير. نحن
بدنا نطلع على حلب مباشرة. احنا على وزارة الشؤون كانت موافقة خلال نص ساعة طالعة انه مباشرة، بس انه تعال فوت، اعطانا الموافقة. المكتب التنفيذي، عضو المكتب التنفيذي قيس رمضان كان عم يساعدنا بشكل كثير كبير. نحن عم نتواصل معهم يعني الساعة 2 بالليل. يعني هذا الشخص انا بقول نحن صح عم نتعب، انا صار لي اسبوع بالمكتب نايم ما رجعت على البيت، بس انه هذا الشخص كشخص هونيك بالمحافظة او بالشؤون عم ندق له الساعة 2 بالليل كنحن الساعة 7 الصبح، فيعطيهم الف عافية. هي بالنهاية حالة طوارئ يعني. بدنا كلمة أخيرة من حضرتك استاذ محمد. كلمة أخيرة، يعني هاي الكارثة اللي نزلت هي بينت إنه نحن السوريين مع بعض، حتى نحن العرب مع بعض، وحتى شعوب العالم كلها تعاطفت معنا وساعدتنا. الشيء اللي بدي أقوله إنه خلينا نساعد، الأزمة مو لهلا، الأزمة لبعدين، خلينا نساعد ككل وما نوقف هلا، خلي الهمة دائما الاستمرارية يعني بالعمل. ممكن مع الوقت حتى لو نحن خلصنا وارتحنا شوي من هي هذا الضغط يلي صار هلا، الاستمرارية لقدام يعني قديه مهمة، يعني لسه لازم يكون في متطوعين أكثر. بيتم التنسيق كمان، بتتشاركوا مع جمعيات أخرى ولا كل جمعية لحالة بتكون؟ هلا نحن كان في تنسيق مع جمعية أنا سوري ضمن دمشق، ومع جمعية رفع الوعي، رفع الوعي الصحي والتثقيف بحلب. طبعا احنا كان في عندنا مثلا زياده اغراض بعثناها للجمعيه، هن كان في عندهم زياده بعثوا لنا اياها، هنيك جمعيه الجمعيه بحلب استقبلتنا، اعطتنا مراكز لها، ساعدتنا بتامين المطابخ، الغاز، هذا الشيء يعني اهم شيء. يعني المحروقات ضمن هي الازمه هي ازمه لحالها كنا عم بنعيشها يعني. طيب محمد، خلينا نحكي عن القطاع الدوائي. نحن خلال السنوات يعني الماضيه يعني عندنا ضغط على هذا القطاع وعندنا نقص بسبب ان كان العقوبات، بسبب قانون قيصر، ولكن اليوم نحن بحاجه انسانيه لهي الادويه. وشفنا امبارح مناشدات من مراسلنا من اللاذقية انه نحن ما عندهم أدوية سرطان ببعض المشافي، هل اليوم عم تقدروا تأمنوا الأدوية الناقصة ببعض المشافي لمتضرري الزلزال؟ نحن كأدوية عم نأمن، نحن صار عندنا تقريبا شيء 30 كرتونة أدوية كبار. أنا كشخص ما بعرف المجال الطبي ما فيني أحكي شو هن، ولكن كدكاترة كانوا عم يشتغلوا معنا بالمركز، هن فريق طبي يعني مستلم هاي القصة، كانوا عم بيقولوا انه التبرعات جيده، كانوا عم بيقولوا انه الادويه اللي عم تجي جيده. طبعا كان في فرز الادويه، كان في ادويه عم تجينا حتى يعني انه بدها راشيتها. تمام. مين الاطباء هاي اللي عم يكونوا معكم ضمن الحمله؟ يعني مو بالاسماء، من الفريق نفسه، اختصاصات مختلفه. في اطباء طب بشري، اطباء اسنان، صيادله. تمام. هدول الثلاثه عم يكونوا معنا، الدكتور ميار، دكتوره مياس، دكتوره ميرزا، دكتوره مها، كتار. هلا اذا عديت اكيد اليوم الكادر الطبي استنفر بجميع المحافظات السوريه، ويعني خلينا نقول يشكر جهودهم، وصلوا ليل بنهار لانقاذ المصابين خلال الكارثه. ولكن هون في نقطه، هل جربتوا اليوم ان يكون عندكم فريق طبي تنتقلوا فيه للمحافظات السوريه للمعاينات بشكل مباشر؟ هلا نحن بالخطه، خطه الامس الاستمراريه طبعا انه نحن حيكون عندنا فريق طبي بده ينتقل، وبده يكون باعتبارنا نحن مركزنا مكان، حيكون هذا المركز هو انطلاقه لهذا الفريق. هذا الفريق طبعا كله اطباء يعني ممارسين مو طلاب، اختصاصات كله اختصاصات، فهدول يعني حينزلوا بشكل تطوعي يكونوا معنا، حيقدموا كل شيء عنده خبره وكل شيء جهد لحتى يساعدوا الاهل هناك. تأمين المحروقات خصوصا بهذا البرد كيف تم؟ يعني ما لقيتوا صعوبة؟ كيف صار هون ولا بحلب؟ هون هلا نحن اول يومين صراحة نحن طلعنا على حسابنا، حطينا محروقات على حسابنا. امبارح نحن حكينا مع المحافظة قلنا لهم نحن بدنا ننزل، فقالوا لنا انزلوا نحن بنعطيكم المحروقات بسعر التكلفة، يعني بسهولة أمنتوا المحروقات مباشرة. بقول لك امبارح الساعة 11 بالليل، الساعة 2 بالليل كنا عم نحكي مع الأستاذ قيس رمضان، عم بيحكي مع الكازي وبرجع بيخبرنا بيعبوا لنا مازوت، عرفت كيف؟ فكان في تعاون كثير كبير الحمد لله. الحمد لله. هل كان لكم توجه لحما محمد أيضا اليوم؟ حما من المناطق المتضررة واللي كمان أخذت نصيبها من هي الكارثة. مزبوط. يعني على الأرض، وصف لنا قبل ما نروح لحما كيف كان الوضع بالجبلة، يعني إنا أشخاص، إنا أصدقاء، إنا أهلينا، يعني طبعا أهلينا اليوم بكل المحافظات السورية اللي مزبوط تضررت، ولكن قالوا بجبلة يعني كان الوضع على الواقع جدا جدا مأساوي يعني. تمام. كيف لقيتوا الوضع؟ هلأ نحن الصبح اليوم الشباب طلعوا على جبلة، هلا بيكونوا هنيك بجبل هنين،
الوضع نحن يعني قبل ما نروح على اي منطقه عم نسال اهالي المنطقه هناك، عم نسال اكثر من حدا انه كيف الوضع، مين اجى لعندكم، قديش قدموا لكم مساعدات مشان نعرف وين نروح. طبعا هي الكارثه كبيره وعلى الكل، حلب اكثر شيء متضرر، بعده جبله ولاديه، بعدين حماه وادلب. نحن قد ما فينا بدنا نحاول نوصل لاي جهه هناك، لاي مكان هناك نساعدهم، ولكن عم ناخذ حسب الاولويه، يعني نحن الاكثر من التضرر بعدين. في احصائيه وقال. اليوم محمد قدرتوا تعملوا احصائيه؟ هلا نحن اكيد ما عم نقدر ناخذ احصائيه نهائيه لانه نحن يوم بعد يوم عم بيكون في تزايد باعداد المصابين، تزايد باعداد الضحايا، تزايد باعداد اليوم المحتاجين الموجودين بمراكز الايواء، ولكن نسبيا يعني عم تكون ما في محصله، ما فينا نحن اليوم نعتمد. هلا ما فيني اعطيك احصائيه دقيقه، ولكن نحن هنيك بحلب كناس خدمناهم تقريبا فوق 6000 شخص قدرنا نخدمهم من حيث الوجبات، الالبسه، المواد الغذائيه، الشيء الطبي، الشيء للاطفال، فهذا هاي اللي نحن بلشنا فيها، عرفت كيف؟ يعني نحن استلمنا ثلاث اماكن عم ننطلق منها لعده اماكن ثانيه. تمام. ايضا نسألك هيك سؤال، ولكن نحن دائما عندنا فضول نعرف اكثر منكم كونكم انتم موجودين على الارض وموجودين بمراكز الايواء، خبرنا عن وضع المركز الايواء، هل التجهيزات كامله عم تكون مع اكيد الجهات المعنيه ما قصرت، وصلت معدات كثير اغاثيه لتجهيز هي المراكز يعني، ولكن على الارض عم يكون الوضع مختلف، كيف عم يكون الوضع من خلال الشباب اللي عم بزوروا المركز وعم يخبروك يعني؟ طيب هلا كونك انت ما زرت يمكن المراكز او بعد؟ انا لا ما زرتهم، انا هون انا عم بدير الامور من الشام. الصراحه يعني مراكز الايواء فيها طراحات، فيها بطانيات، ما فيها تدفئه. التدفئه يعني انا بدي احكي بشفافيه، التدفئه عم تكون بغرفه المديره والانسات، تمام؟ الباقي هونيك لسه نحن هذا اول يوم، عرفتي كيف؟ هلا فممكن ثاني يوم ثالث يوم تحسن الوضع. هلا ببدايه كل موضوع محمد بيكون في مثل ما انتم كما كان في تنظيم وما في داتا وصار شويه فوضى، اكيد اليوم انت نايم حبتفيق الصبح عم تلاقي الناس بالشوارع، المراكز الايواء انفتحت، فاليوم اجباري بدها شويه تنظيم يوم. يعني ايه عم نحكي نحن ما بدنا نظلم اي حدا اليوم ولا نحط المسؤوليه على اي جهه يعني، بس بكفي اليوم انه هذا خلينا نقول الجهود المقدمه من الجهات المعنية هناك عم تعاون معنا بشكل كتير كبير، مثل ما قلت لك كان في سيارات عم تنقلنا المواد من مكان لمكان، نحن ما عندنا مواصلات هناك هلا، فكان في جهات معنية عم تعاون معنا بنقل المواصلات، نحن هلا رايحين على جبلة، إذا قطعنا من المازوت حيأمنوا لنا مازوت، عرفتي كيف؟ ففي تعاون كثير كبير، بس اليوم الأول صار في شوية فوضى بس. باليوم الأول، طيب وباقي الأيام كيف تم التنظيم؟ باقي الأيام صارت أحسن، يعني باقي الأيام صار في تنظيم، يعني بدي أقول لك شيء، بس ثقافة الشكوى أنا بدي بس أحكي عليها شوي، في ناس ما بيعرفوا هي إنه بس بيطلعوا بيحكوا إنه في هيك في هيك في هيك، هلا نحن واجهنا مشكلة بهذا المركز الإيواء أول يوم، فنحن تواصلنا مع الجهات هناك مع المحافظة، فإجوا عالجوا الوضع، عرفتي كيف؟ يعني صحيح. كان في معالجة للوضع إنه بس ثقافة الشكوى، أنتوا وقت تشوفوا شغلة ما تروحوا تحكوا إنه ما في هيك ما في هيك، لا تواصل صار النقل غلط تواصل قولوا إنه هذا الشيء ما عم بيصير صح، وشوفوا شلون بيصير يعني مباشر صححوه. للاسف هذا المطب نحن عشناه بسنوات الحرب، يعني السوشيال ميديا الفيسبوك كان هو العامل النفسي السيء بحياتنا، واليوم بالكارثه اللي شفناها نحن اليوم كسوريين، يعني مفروض نحن اليوم كان صار في عنا وعي، نحن نعرف اليوم وقت النسخ لصق ليش، يعني صرنا نسمع اخبار مانا موجوده، صرنا نشوف ضحايا بغير دول اليوم ينسب لحلب وينسب للادي، صرنا نشوف اتهامات لجهات كثير، اليوم نحن شوي بدنا نهدي الوضع، اليوم شوي بدنا نتعاون مع بعض، يعني الصوره مانا واضحه، الرؤيه بدها شوي نقدر نخضع على هاي الايام. بدي اقول لك شيء، هلا الشيء اللي صار مثل ما قلت لك هو غير متوقع وما حدا كان مجهز له، عرفتي كيف؟ فبدنا صبر. بسبب العقوبات نحن الاقتصاديه اللي صايره علينا كنا نعاني من المحروقات، عرفت كيف؟ فهذا الشيء اثر علينا كثير بشكل كثير كبير. الشيء اللي بدي اقوله مو لاي جهه، ولكن اي شيء بده يجي ما فينا نشيله هيك مباشره، سواء نحن او الجهات الحكوميه ما فيها تشيله مباشره وتوزعه، بده يتنظم وبده يروح حسب جداول، يعني ما فينا نحن اكيد لو في داتا اليوم حتعتمد فالعالم بدها هيك بس تاخذ نفس شوي، خلينا ناخذ نفس وهيك نرجع ناخذ قوة لنقدر ننهض بأرواحنا قبل أجسادنا. محمد بدي أتشكرك، بدي أتمنى لك كل التوفيق، بدنا نقول يعطيكم ألف عافية أنتم وكل الجمعيات والمؤسسات الخيرية اللي موجودة اليوم بالمحافظات السورية.